السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع شرح درس التوجيه. أخذنا الوظائف الإدارية الأربعة: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. إذن الوظيفة الثالثة من الوظائف الإدارية هي وظيفة التوجيه. نبدأ مع درس التوجيه بعد الانتهاء من صياغة خطط المؤسسة وبناء هيكلها التنظيمي وتوظيف العاملين فيها، فإن الخطوة التالية في العملية الإدارية هي توجيه الأفراد باتجاه تحقيق الأهداف التنظيمية. فما المقصود بالتوجيه وما أهميته وما مبادئه؟ ماهية التوجيه؟ يبدأ التوجيه مع بدء التنفيذ، حيث يوجه بوصلة العمل بما يضمن سلامة تنفيذ الخطط المرسومة. فمن واجب المدير في التوجيه إصدار التعليمات للمرؤوسين ببدء العمل وإرشادهم أثناء تأديتهم له إلى كيفية تنفيذه بالشكل الذي يحقق أهداف المنظمة، والحالة الدراسية تبين ذلك. إذن مع بدء مرحلة التنفيذ يبدأ مرحلة التوجيه. فالتخطيط يكون قبل عملية التنفيذ. أما عندما نتكلم عن التوجيه فهو يبدأ مع عملية العمل، أي مع بدء العمل. إذن نحن نتحدث عن وظيفة التوجيه التي هي بمثابة الإشعار وبدء العمل. لذلك الكثير من الأفراد والكثير من العاملين مع بدء العمل يقومون بعمل أشياء لربما بغير وجهها الصحيح، ويقع على عاتق الإدارة أن توجه هؤلاء الأفراد إلى طريقة العمل الصحيحة في كل عمل تم تكليفهم به. دراسية 3-3. الشركة الهندسية الفلسطينية. يعمل يوسف في الشركة الهندسية الفلسطينية في قسم الصيانة منذ أكثر من 15 سنة. أما زميله محمود فقد مضى على وجوده في القسم نفسه 10 سنوات. ومنذ أن تم ترفيع محمود إلى رئيس قسم لم يتمكن هو ويوسف من العمل بانسجام، وقد لاحظ الأفراد الآخرون في الشركة هذا الأمر ولكن لم يولوه أي أهمية. وفي أحد الأيام ذهب الفريق إلى صيانة المولدات في أحد المستشفيات، وبينما كان يوسف يعمل مع الآخرين سمع محمود يصرخ: أنت يا يوسف، من قال لك أن تستخدم هذا ذلك الجهاز؟ وقد أخبرتك من قبل أن تراجعني قبل البدء بمثل هذا العمل. ومع ذلك أكمل يوسف عمله ولم يرد على الصراخ، وكأن شيئا لم يكن، رغم شعوره أنه الموظف الوحيد الذي يشرف عليه رئيسه محمود بصورة دقيقة ومكثفة. وهذا ما لاحظه وشعر به باقي الأفراد في موقع العمل، بأن محمودا يعامل زميلهم يوسف بظلم وإجحاف. وأخبروا محمود بصورة جماعية بهذا الأمر وأنهم سيتركون العمل بشكل جماعي ما لم يكف عن ذلك. علم المدير العام للشركة بما حدث، ما استدعاه إلى عقد اجتماع للموظفين للاطلاع على شكواهم وتعميم توجيهاته عليهم بضرورة الالتزام بالسياسة العامة للشركة ووضوح العلاقات بين الموظفين ومسرعتك للحالة الدراسية. تعاون وأفراد مجموعتك في الإجابة عن التساؤلات الآتية: لو كنت مكان محمود كيف يمكنك توجيه التعليمات والإرشادات؟ هنا نتكلم لأن محمود كرئيس للقسم كان توجيهه للتعليمات غامضة، فلابد من العمل على إصدار التعليمات للمرؤوسين بشكل واضح ومكتوب لتنفيذ الأعمال المناط بهم، وأن تكون هذه التعليمات في ضوء الإمكانات المتاحة لهم وأن تكون موضوعية وليست شخصية. كلما صدرت التعليمات وصدرت القرارات بشكل واضح وبشكل مدروس وبشكل منظم، وعرف كل إنسان ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فإن العملية الإنتاجية ستنتظم بين فريق العمل. كيف تقيم أسلوب محمود في القيادة؟ يعتمد النمط القيادي الدكتاتوري. إيش يعني الدكتاتوري؟ يعني نظام تسلطي، يعني نظام قاسي، نظام ظالم. هذا الدكتاتور، يعني احنا بنقول فلان دكتاتور، أي أنه هذا إنسان متسلط، إنسان يستخدم أسلوب القسوة والشدة. لماذا انحاز كثير من الموظفين إلى جانب يوسف؟ لأنهم لاحظوا معاملة رئيس قسم محمود لزميلهم يوسف بظلم وإجحاف، ويتعامل معه بصرامة وكأنه الموظف الوحيد في القسم، حيث يشرف عليه بصورة دقيقة ومكثفة. أحيانا الرقابة الصارمة والرقابة الشديدة تثني البعض عن عزيمتهم وهمتهم وتقلل من دافعيتهم اتجاه العمل.
باعتقادك من أين استمد كل من محمود ويوسف قوتهم؟ استمد محمود قوته من الموقع الرسمي، يعني بأي صفة اليوم مدير المدرسة بتكلم معي روح على الحصة هذه ما تروحش على الحصة هذه، بدل الحصة هذه ما تبدلش الحصة هذه، ليش مدير المدرسة المجاور يتكلم معي بهذه السلطة؟ لا، مدير المدرسة الثانية وإن كان هو اسمه مدير مدرسة إلا أنه موقعه الرسمي لا يشرف علي كما تعلمنا في الهيكل التنظيمي في الدرس السابق، لكن هنا محمود من قوته في الموقع الرسمي أي مكانته كمدير هو يستطيع أن يقول للموظف افعل أو لا تفعل. أما يوسف فاستمد قوته من بحكم الزمالة في العمل وعلاقته الجيدة معهم، هذه علاقة الزمالة وليس من منبع الهيكل التنظيمي بينهم. بين أشكال الاتصال التي برزت في الحالة. هناك اتصال رسمي يتضمن اتصال صاعد من أسفل لأعلى، يعني لما أنا بتكلم بين الموظف ورئيسه، الموظف هو درجة دنيا، يعني نجي نتكلم اللي هو مش عندنا ثلاث مستويات من المرحلة الإدارية، أخذنا الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة الدنيا. لما الإدارة الدنيا تتواصل مع الإدارة العليا بنسميه اتصال من أسفل إلى أعلى، أي من أسفل الهرم إلى أعلى الهرم. أما إذا كان من أعلى الهرم إلى أسفل الهرم من الإدارة الوسطى أو من الإدارة العليا إلى الإدارة التنفيذية بنسميه اتصال هابط من أعلى إلى أسفل. تواصل زملاء يوسف بشكل جماعي مع رئيس القسم محمود وإبلاغه بأنهم سيتركون العمل بشكل جماعي بسبب سوء المعاملة لزميلهم. هل هنا سيتركون العمل؟ هنا تعتبر زي ورقة ضغط لما كل الموظفين بيجمعوا إنه إحنا بدناش فلان، وكأنه بيقولوا له يا إحنا يا هو، فلما بكون عددهم كبير الإدارة لا يمكن أنها تطرد 10 عمال عرفوا سر المهنة مثلا وعرفوا العمل وعرفوا الزباين عرف تفاصيل العمل، أروح أطردهم وأجيب واحد أو أجيب 10 بدالهم أو 20 أو 50 أو أكثر أو أقل مقابل أني أتمسك بموظف واحد، ولا أني أنا ممكن أعمل تغييرات وألبي رغبات هؤلاء الموظفين ومن ثم أستطيع أن أستفرد بهؤلاء الموظفين بما يحقق انسجامهم بين اللي هو كأعضاء فريق في داخل المؤسسة. اتصال هابط من أعلى إلى أسفل. عقد المدير العام اجتماع مع الموظفين للاطلاع على شكواهم وتعميم توجيهات للشركة وتوضيح العلاقات بين الموظفين. كلما كانت العلاقات بين الموظفين واضحة، كلما كانت العلاقات بين الموظفين مفهومة ومعروف كل إنسان في موقع التنظيم وهيكل التنظيم، كلما كانت تماسك الفريق كان أقوى. نشكركم على كرم المشاهدة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.